السلام عليكم، رجعت لكم من جديد. اليوم كي تشوفوا غادي نوجدوا الكنافة بالقشطة، سهلة سريعة التحضير، ما غتاخدش معكم بزاف تاع الوقت. بسم الله، غادي نبداو بالشيرة او القطر او السيرو اللي غادي نسقيوها به. هنا درت جوج نتاع الكيسان او زليفات صغار نتاع السكر سنيدة، وغنزيد عليهم نفس المقدار نتاع الماء. مثلا عندنا جوج ديال الاكواب نتاع السكر، كنديروا كوب نتاع الماء. هنا عصير تاع ربع الليمونه اولا جوج معالق، ما كنحركوها ما حتى شي حاجه، كنديروها هكا فوق الطباخ فوق البوطه، تنشعلوا عليها مده 20 دقيقه حتى انها كنشوفوها تغير اللون ديالها شي شويه. صافي، انا ما حركتها ما والو، خليتها بحال هكا حتى وجدات. هنا بالنسبه للكنافه الشعريه، انا عندي هنا نص كيلو، درت جوج معالق كبار ديال السمن اللي هي الزبده المذوبه، وعندي هنايا الملون ديال تاع الكنافه. الا ما عندكمش كتقدروا تستغناو عليه، ماشي ضروري. ومعلقه ديال السكر سنيده، هذيك باش كتعطينا التعليكه. بالنسبه للجبن اولا القشطه اللي غنديروا لداخل، خديت هنا مجموعه ديال الاجبان وخلطتهم، هذا اختياري كيبقى ولكن كتجي رائعه بحال ديال المحلات. عندي هنايا الموتزاريلا تشيز، الموتزاريلا، وعندي الريكوتا والقشطه. خديت جوج معالق نتاع خديت المهم الاجبال اللي قلت لكم وكنخلطهم، اللي هو جيمر، موتزاريلا تشيز، الكريم، هذا الكريمه، الريكوتا تشيز مع الجيمر، خلطتهم. هذا انا قلت لكم اختياريا، تقدروا ديروا غير الموتزاريلا بوحدها. والمقادير كتبقى على حسب الكميه اللي عندكم. انا هنا خديت جوج معالق جوج معالق، وخديت نص كاس نتاع الموتزاريلا. هنا في الطاوله اللي غندهنها وغادي ندير الطبقه الاولى، نبسطها مزيان. هنا كنضيف الحشو اللي هو هاد الاجبان اللي خلط. الا تبعتوا نفس الطريقه ديالي غتجيكم الكنافه رائعه بحال ديال برا. هنا لانه كانت عندي كميه كبيره، فانا زدت خلط الشعريه الكنافه، ما كفاتنيش في الاول. هنايا كنجربها واش طابت ولا لا من التحت، فاش كتقلبوها تتكوها بالسكين تسمعوا داك الخرخشه ديالها، خرش خرش. الا ما سمعتوهاش راه هي باقيه ما وجداتش من التحت. كنقلبوها باي حاجه عندكم، صحن، اي حاجه عندكم. هنا من بعد ما وجدت الشيره اللي هو القطر او السيرو، زدت عليه جوج معالق نتاع المزهر. هنا انايا كنت مزروبه وما وجدتوش من قبل، ودرتها وهي سخونه، فكيفضل انها
ديروها قبل تتبرد، تيبرد القطر مزيان. واخا هكاك انا ما ضاعت لياش الكنافه، يعني جات هائله اكثر. فكي قلت لكم كيفضل انها السيرو يكون بارد، واحد فيهم يكون بارد، اما الكنافه تكون بارده والسيرو سخون، او لا السيرو او لا العكس. هنا زوقتها على الشكل اللي نتوما تبغيو، كل واحد واختياره، كل واحد والديزاين ديالو اللي كيعرف، كل واحد والابتكارات نتاعو. هذه هي النتيجه، كنقدمها لكم بالصحه والراحه. نتلاقاو في فيديو لاحق ان شاء الله.